طيب خلينا لك، انا ولدت من عائله مش مسيحيه، رح احكيها بشكل مقتضب لانه نحن الوقت ضيق علينا صار. ولدت بعائله مش مسيحيه، الماما مسيحيه، البي مش مسيحي، ولاد تجوزوا حتى عملوا دين ثالث. وكانت ستة تقول لي يا ستة انت جامع الطوائف كلها، الوفاق الوطني بده يصير على ايدك. بس مهم، توفى بيي، كنت صغير، كان عمري سنتين ونص، توفى بالحرب، والماما اضطرت تحطنا بمدرسة داخلة. ولما ربيت بمدرسة داخلة ربيت على فكرة بتربيتنا انه يسوع بخوف، ما تعمل هيك بيجي عليك يسوع بالليل بيخنقك. ما قلت له يا رب انا كثير بحبك بس خليك فوق. من بعيد لبعيد بحبك كثير بس ما تقرب، ما توجه. لحديت ما صوتي حلو طلع بالبيت، لانه ماما صوتها حلو وبي صوته حلو، وامي كانت مطربه يعني. خاصه لما توفى بي اشتغلت بالفن وكانت من اهل الطرب مثل ما قال الاخ جورج. شو اسمها للماما؟ منال. هلا صارت بترتل معي يعني، اذا بتفتح يوتيوب بتشوف انه نشكرها بترتل. اللي صار معي انه من بعدها رحت صرت بمدرسه خارجي، ماما تزوجت مره ثانيه، صار عندي زوج ماما هو ربينا يعني. وفعلا عشنا كعائله مره ثانيه، وكنت انا بالمدرسه بالاشرفيه بالحكمه، وبذات الوقت كنت بجوقه المدرسه وبجوقه الرعيه. وبس تقلكم انه انا وصلت لفتره تدين، او صرت كثير متدين لدرجه انه كنت احضر اربع قداسات الاحد. يعني روح على الكنيسه اربع قداسات ورا بعض. قداديس. قداديس. وهذا الشيء ما زاد ايماني. وما حسن علاقتي بربنا. كنت مع جوقة صغار، كنت اخدم مع خوري ختيار، ما حدا كان يخدم معه، اخدم له القداس. وارجع مع قداس تاليت ليجي قداس مع جوقة الكبار. بقدر وقفك حتى اخذ مكالمة من العراق لعل يكون فيها شيء؟ طيب يلا. حتى ما اخسرها، لانه احيانا العراق بيقطع خطه. اوكي معلش. طيب معنا مكالمة من العراق. نعم. حضرة المخرج. مرحبا. اهلا بك يا اختي. مرحبا. يا هلا. ازيك وزي الضيوف الكرام. تسلمي، طول عمرك. الله يباركك. الله يخليك. انا بدي احكي مع الاخ نزار. تفضلي، انا عم بسمعك، كلني سمع. مرحبا نزار. مرحبا. ازيك؟ نشكر الله. ام سلام. انا ام سلام، ام سلام في اربيل. طول عمرك، كيفي؟ في اربيل. كيف صحتك يا طارق؟ الله يخليك، مشتاقين كثير كثير. طول عمرك، انا كمان كثير مشتاق لكم. الله يخليك، الله يحفظك، وانت صراحة قد ما اشكر فيك قليل. تسلم يا طارق. لانك انت اللي كنت المؤثر الكبير على اولادي صراحة، بترانيمك، بمحبتك. طول عمرك. بتواجدك وتواصلك الدائم مع اولادي فائز وسلام. وترانيمك هي في يعني ارواحنا، صدقني يعني. تسلم يا طارق. طول عمري. ندعو لك بالخير وبطولة العمر وبالمزيد من الأعمال الحلوة اللي دائما ترفد المسيحيين فيها. تسلمي يا طن، طول لي عمرك. وبتعرفي سلام خيي وفايز خيي، إن شاء الله رح التقي فيهم بأمريكا. خليك الله. وولادها من الأشخاص اللي كثير بتعرفها يعني. طبعا طبعا طبعا. أم سلام، عندك سؤال بعد قبل ما يتابع الأخ نزار؟ لا، انا بس بدي يعني اطلب له الله يباركه ويحفظه ويحفظ قناه الكرمه، طبعا من القنوات الرائعه جدا. اشكركم على كل البرامج الحلوه اللي تحيونا بيها الصراحه، يعني يوم بعد يوم احنا اكثر واكثر نحب المسيح ونحب شنقول يعني الله محبه بكل معنى الكلمه. مجدا للرب. طول عمرك. الله يخليك. اشكرك. شكرا. سلام وفاز. اشكرك. مسؤولين عن جماعه لحن المحله ببغداد، وهلا صار يعني في حدا بعد بالعراق، صار حدا بامريكا، ولكن هم من الاشخاص الموهوبين كثير بالعراق وبيشتغلوا بالكنيسه بشكل يعني بالتسبيح. بالتسبيح طبعا طبعا، وكل واحد منهم كان مسؤول عن كذا جوقه. ومؤخرا اشتغلنا سوا، بوقتها رحت بحسبها صح على
مع سامح موريس والأسيس سامح موريس وفريق الحياة الأفضل والأبونا باسيليوس كمان راح من مصر بمصر لا بأربيل. بأربيل كنا بأربيل من شهر شهر ونص يمكن نعم. وكان سلام مسؤول عن جو اللي كانت عم ترافقنا بالترنيم بأشخاص مباركين جدا رب. وفعلا مثل ما يمكن ترانيمي وربنا ساهم أنه من خلال الموهبة اللي أعطانيها أنه نكون بركة ببيتكم كمان أنتوا كنتوا بركة بحياتي وصلاتي كانت وبعرف صلواتهم للشباب رفقتني على طول السنين كمان حلو حلو يا حلو يا طيب منتابع بالشهادة معلش أنا قطعتك الشهادة بس هذه كنت صرت هذا كان شيء حلو أنه أم سلامة اتصلت وشجعتنا وسمعنا طبعًا. عن عمل الرب في حياتهم طبعا أمين ربي أمين. تفضل اللي صار بعدين أنه قلت لك انه علاقتي مع ربنا حسيت انه في شيء ناقص كنت دائما نروح عند ربنا احضر اربع قداسات ولكن دائما من قبيل الخوف والقصاص والاحساس بالذنب لحديت ما دخلت على جوقه مستشفى الجعيتاوي وكانت رهبه مسؤوله عن هالجوقه ولما دخلت على هالجوقه كلهم قالوا لي الله محبه كان شعار الجوقه بس حدا يفوت بيقول الله محبه الباقيين بجاوبوه عمانوئيل الله معنا هذا كان شعار وكان جوقة عشنا فيها أيام الحرب يعني ياما نكون نحن كنا بمستشفى الجعتاوي ياما نكون عم نتمرن يجيبوا قتلى وجرحى نصير نزق قتلى وجرحى لأنه ما في كتير ممرضين ياما أوقات نكون عم نتمرن يشتد القصف ينزلوا الجرحى يحطوهم معنا ونصير نرنم كلنا سوا ونسبح ونصلي كلنا سوا كانت أيام صعبة والجرحى بيتشجعوا بس كان إلها بركة مش عادية وكانت سر الهام اللي هي موجودة سيستر الهام موجودة هون بسيدني الهام جعجع طبعا نعم بقى كانت تقلنا ليكو شباب مرة بتذكر اجت كان صلى 72 ساعة مش نايمة وهي مسؤولة عن قسم العمليات كان يجيهم كتير حالة طوالي جراحة سو كانت قلت لنا مرة من بعد تعب قلت لنا ليكو شباب مثل ما انت بتغذي جسمك بالأكل لتعيش مثل ما تغذي نفسيتك ونفسك لحتى تنحب وتنحب وتكون نفسيا مرتاح روحك إلي عليك واجب والروح تتغذى من أمرين من الصلاة ومن كلمة الله بالكتاب المقدس من هالموضوعين صلوا كل يوم خليكن علاقة مع ربنا كل يوم وقبل ما تجي على سيدني بالأربعة وتسعين هديتنا كل واحد كتاب مقدس بالعهدين بتحب كلمة الرب يعني جدا وهديتنا كتبت لنا كل واحد آية على الكتاب المقدس وانا كتبت لي تعالى واتبعني على وقتها فكرت بدي اعمل خوري وقعدت ابكي بس ولكن كنت حابب تعمل مرنم مش انا معي ما حابب انا بدي اروح غني بدي انشهر بالغنى ولكن ربنا وضح لي انه الدعوه اليوم انا مدعو مثل تعالى واتبعني تابع ربنا من خلال مطرح ما انا دعوه دعوه خاصه جدا وصرت افهم شو يعني دعوه بس وقتها من وقتها أخذت هالكتاب المقدس وبلشت أقرأ فيه أفهم ما أفهم أقرأ لحديت ما صرت بثالث سنة جامعة وجاني دخلت على استوديو الفن وأخذت ميدالية ذهبية ولما خلصت استوديو الفن بديت عقد عمل لصير مطرب ومعروف عن المطرب يا بجمع مصاري لتجي الشهرة يا بتجي الشهرة والمصاري بتجي واحدة بس بكل الأحوال المطرب بيغذي الأنا اللي فيه الذات نعم. الأنا وأنا عشتها يعني نحن كانوا كتير يجهزونا أنه نحن ستارز نحن النجوم نحن طبعا وبيبقى واحد ببعضه بالطعش يعني على مشارف 18 سنة بيكبر بيشوف حاله بتكبر الخصة براسه على اللبناني لحديت ما اشتغلت 3 سنين بالفن جاني عقد عمل ببلد عربي وبهالبلد العربي على أساس أنا رايح غني للناس بتفاجأ انه انا رايح غني لرئيس البلد شخصيا وهذا رئيس هالبلد حبني لدرجه انه اعطاني اغنيه من كلماته وهو معروف هالقد كان يغدق بالمال والهدايا على المطربين كلهم اللي كانوا قبله وكلهم معروفين اليوم كثير سو انا قلت اكيد رح مش لا مش بس لانه عملت الحفلتين بس حب صوته واعطاني اغنيه من كلماته يعني انفتحت ابواب السما علي حيفتح لك البترول طبعا وفعلا صرت فكر براس المطرب راجع على لبنان كسر الارض فيديو كليبس واغاني وكل شيء عشت 10 ايام بهالبلد اي مطرب بيحلم يعيشون لانه كنت بالعاصمه كل شعراء اهم شعراء بهالبلد كانوا عندي بالاوتيل ملحنين البديه استوديو بالعاصمه كان للحكومه تابع بدي سجل بديه لهالاغنيه سجلتها كان كل شيء مفتوح على مصراعي قلت أنا أكيد رجع على لبنان غني بعد 10 أيام فل هالرئيس كان عم يعمل وقتها حلف بين الدول المجاورة
أنا قلت لهم لازم أرجع على لبنان، قالوا لي ما فيك ترجع لأنه ما أجت الأوامر إنك ترجع، خليك بضمن الأوتيل. هذا أول يوم. ثاني يوم قالوا لي بدنا نعزبك ضلك ضمن الغرفة لأنه ما بتعرف أي ساعة الرئيس بيتصل فيك إنك تغني، وأنا عم شوف على التلفزيون إنه الرئيس مش بالبلد. وهيك حجزوني بغرفتي 30 يوم. واو 30 يوم. طبعا في كثير اختفوا بهالبلد لما دخلوا. قلت أنا إنه فلان وفلان اختفوا، مين أنا يعني لحتى ما اختفي؟ أكيد رح اختفي بس مش عارف كيف، مش عارف شو النية. صعشت صراع تقريبا 30 يوم مع الموت، لترلي مع الموت، مش عارف أي ساعة بدي موت ومش عارف كيف. كان يحق لي بكم اتصال على بيروت بس كانت الحيطان تسمع، ما أقدر أحكي شيء. يا ما يدخلوا لي وجبات الأكل ما أقدر أكل لأنه أفتكر أنه أسهل طريقة يسمموا لي الأكل. واو. سو ما كنت أكل. يعني الرب اشتغل عليك بهالظرف. وكان معي الكتاب المقدس. حلو. بعد 30 يوم دقوا لي تنتين بالليل قالوا لي معك نص ساعة تكون فيها على المطار. وفعلا ضبيت اغراضي وركض على المطار. لما وصلت على لبنان كانت هالأزمة كتير أكبر من عمري، 30 يوم عايش مع الموت. عملت انهيار عصبي كلي. مرضت من تموز 99 لأيلول 99. وعرفت أنه اللي تحت إيد هالرئيس أخذ هو المكافأة وحجزني بالأوتيل لحتى الرئيس ما يعرف فيه وما حدا يعرف فيه. يا ربي. وهي كانت تقارب النص مليون دولار. يا ربي وقتها. على الخبرية. بقى على طبعا أصحابي كلهم وأهلي لا ورجع وخبره ولازم هذه جايزتك ومدري شو وحقك. ولكن طبعا ربنا كان محضر لي غير مخطط. بعد شهرين من الانهيار الكلي، تعرف انهيار يعني واحد بيضحك بيبكي بينام بيوعى ما بتعرف من الليل من النهار من نهار كليا. أول أسبوع من أيلول كنت عم صلي وقريت بالكتاب المقدس متى الإصحاح الفصل السادس الآية 26 بتقول انظروا طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى هراء وأبوكم السماوي يقوتها فكيف أنتم بالحري أفضل منها بكثير وتأملوا زنابق الحقل كيف تنمو أنها لا تتعب ولا تغزل أقول لكم أنه سليمان في كل مجده أغلى رجل بالتاريخ لم يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله وكذا فليس بالحديث جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. قاري هالنص يمكن أكثر من 100 مرة بحياتي. ولكن ليلتها عمل ربنا عمله فيي. حسيت قلت له يا رب إذا أنت قادر تهتم بزنبق الحقل وقادر تهتم بطيور السماء وأنا أفضل منها بكثير يعني بتعرف شو مشكلتي، بتعرف أنا ليش تعبان، بتعرف كل شيء فيي. ما بقى أنا أعمل، بدي أنت تعمل بحياتي. من الليلة بدي أسلمك حياتي بالكامل. ما بقى أنا أشتغل. بدي أنت تعمل، أنا صفر الليلة. بدي أنت تبنيني من جديد. ونمت. كنت عم ببكي كثير ونمت. قديش كان عمرك؟ كان عمري يمكن 20 ماشي هيك ما بعرف. ابن 20 سنة مش سهلة. يا. لا أكثر شوي. لا مزبوط إيه كان صار لي 3 سنين يعني يمكن 23 24 مهم. لما نمت قمت ثاني يوم إنسان آخر. فرح وانتصار فرح لا يوصف، سلام بقلبي لا يوصف، مجدا للرب. ودغري ضويت لأي هيك بعيني، سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ومن وقتها صرت عايش، صرت أقرأ بالكتاب المقدس بغير عينين، صرت أقرأ الآيات اللي ما كنت أفهمها صرت أفهمها، صرت متكأنه ربنا ما بعرف عمل شيء بحياتي، اشتغل فيي ولدني من جديد. بعد شهر شهرين تقريبا تركت، فسخت عقدي بأعجوبة من باستوديو الفن لأنه كان في بنالتي كتير عالية يعني وقتها مشكور أكيد سيما أسمر تركني أترك بلا ولا أي بند جزائي. بس قلت له بدي أخذ من الرب. لا قلت أنا بدي أشتغل زراعة كنت. أوكي. أنا قصة أنه فن أو زراعة هذا شغلي. بس من بعد بأسبوع سجلت 3 ترانيم أدعوك أبا عينك تنظر إلي ونشيد المخلوقات سجلتهم مع يسوع فرحي جماعة يسوع فرحي. وهذا أنا مع أنه كنت مسجل قبل ترانيم بالإذاعة ولكن مش معروف. وإذ هدول التراتيل انعرفوا بشكل ولا قدرت أتخيل ولا قدرت أتصور أنه أنا ممكن انعرف بالتراتيل ولا كان أصلا ببالي. ولكن ربنا بيّن لي أنه بده ياني أخدمه بصوتي. ومع ما أخدت كم شهر أخذت قراري أنه أنا رنم للرب ووقفت الفن اشتغلت زراعة فترة ورجعت. بس صرت كل ترنيمة أعملها تنعرف كتير، كل ترنيمة
وابتدى الرب يشتغل. تعمل بوم وخلص عرفت انه ربنا بده اياني اخدمه بصوتي وفعلا مشيت مع الرب وعطاك وقتها الرب تاكيد الخلاص في 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 طبعا مثل ما بيقول القديس بولس برومية 8:16 الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله طبعاً. عندك الشهاده من ذات النهار هيدا ولا من قبل؟ لا ثاني يوم ثاني يوم ثاني يوم حسيت خلص انا انسان اخر.